ومن بعدها طبعا نرجع للبيت. فاحتياجي هم الكل يريدون كاي طبعاً. ارتفع سعر الكاهي أكيد. وارتفع سعر الجيمر طبعا عكس احنا مع الاسف احيانا في مجتمعات اخرى غربيه خارجيه كذا لما مناسبات الاجتماعيه ترخص الاسعار تنزل حتى تساعدون بها الناس الفقراء كذا. احنا شو مرات يصير استغلال صحيح فلذلك كان في الظاهره الاجتماعيه المفروض تصير عليه تسليط للضوء وتنبيه الى هاي النقطه.